والحقيقة جهود تحسب لوزارة التضامن الاجتماعي وتحسب للدولة المصرية في الاهتمام بهذه الفئة المهمة جدا جدا جدا، فئة المسنين. وزي ما قلت لحضرتك في بداية الفقرة إن ده يعني بيواكب الدول الحديثة والمجتمعات المتقدمة في الاهتمام بهذه الفئة واستثمارها. إذا أردنا يعني أن نسأل في نقطة استثمار هذه الفئة، يعني من يريد أن يستثمر وقته في البيت من فئة المسنين، هل مثلا وزارة التضامن الاجتماعي بتخطط في الفترة اللي جاية يبقى في استثمار لهذه الفئة بشكل كبير جدا، خاصة وحضرتك قلتي ان في يعني فئة كده بتراعي المسنين اسمها رفيق المسن وبيتم تأهيلها بشكل او بآخر، هل الوزارة ليها خطة في ده؟ الوزارة ليها اكتر من خطة، يمكن احنا يعني عايزه اقول بنفتح باب التطوع للمسنين الذين لديهم القدره على العطاء، القدره الصحيه العقليه العطاء، يعني احنا بنفتح ابواب التطوع ليهم. هينزل ان شاء الله على الموقع الالكتروني بتاعنا اللي هو يعني نموذج التطوع. لو ما فيش عنده خط الكتروني او عشان يقدر يوصل للموقع الالكتروني يكلم رقم 150، يكلم رقم 150 هيتاخد منه ان شاء الله بياناته، واحنا بنرحب بيه عن طريق جمعياتنا المشاركه معانا والشريكه معانا في دواء. رقم 150 ده للمتطوعين في رفيق المسن يا فندم، ولا للمسنين نفسهم هم اللي يكلموا 150؟ يعني ده لرفيق المسن نفسه ولا للمسن؟ هذا او ذاك يعني الاثنين يا فندم استاذ ايه. تمام. هو ممكن يقدم يقول انا عايز اتطوع عشان اخدم مسن، او ممكن هو المسن نفسه اللي عايز يتطوع. تمام. رقم 150 مخصص لاكثر من حاجه بس منهم المسنين. في ايضا تجربه كانت بالذات للاطفال بلا ماوى او الاطفال فاقدي الرعايه زي الايتام كريمي النسب اللي بيبقوا موجودين في مؤسسات الرعايه، بنفتح المجال للمسنين ان هم يجوا هؤلاء المؤسسات يكون عندهم شويه وقت مع الولاد. الولاد محتاجين حنان الاب والام، محتاجين احيانا حنان الجد والجده، فيعني احنا والحقيقه احنا اللي محتاجينهم، احنا يعني عايزين حنيتهم وعايزين تربيتهم الجيده وعايزين مراقبتهم للاطفال وعايزين صحبتهم وعايزين حاجات كتيره قوي للاطفال الكريمي النسب او الايتام، هم فعلا محتاجين المسنين. احنا كان لينا تجربه جمعنا بين دور الايتام ودور المسنين، وكان بيحصل مزج او دمج ما بين هؤلاء وهؤلاء. يمكن المسن بيبقى سعيد وهو بيتعامل مع طفل، الطفل ده بيجدد حياته، بيحسسه بالعطاء، بيحسسه بالحب، بيديله طاقه ايجابيه. يعني الانشطه اللي ما بين دار الايتام ودار المسنين دي تمت بالفعل ولا ده مجرد مقترح يعني في الفتره اللي جايه؟ لا، تمت في اكتر من موقع، تمت في اسكندريه، تمت في القاهره. احنا كنا الاول بنجربها عشان نشوف مدى نجاح التجربه، كان نتائجها ايجابيه جدا، حتى اطفال بلا ماوى وكبار بلا ماوى كنا برضو بنجمع ما بينهم علشان نقدر نجمع بين الاجيال المختلفه اللي محتاجه بعضها. لكن احنا اما بخصوص المتطوعين في مؤسسات الرعايه فهم موجودين واحنا بنفتح لهم الابواب وهم على كامل الترحاب، ويعني احنا على استعداد نقدم لهم كل حاجه. انا بس كمان يعني بوضح ان احنا كمان بندرب اللي هم اخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. انا اعتقد ان الدعم النفسي في للمسنين ما زلنا متاخرين فيه احنا كتضامن، يعني عايزه اقول كمان كمصر بشكل عام نتمنى ان يكون في دعم نفسي اكثر واكثر، نتمنى يكون في اخصائيين نفسيين في المؤسسات الرعايه الاجتماعيه، في المؤسسات الصحيه، في المنازل، يكون في تاهيل للاطفال وللاسر في المنازل. طب ده ممكن